يطمح عباس وأصدقاؤه من أسسوا فريق دراجات نارية في محافظة المثنى لتحقيق جوائز أخرى بعد حصدهم المرتبة الثالثة في بطولة الرالي العالمية للسياحة بالدراجات النارية التي قطعوا خلالها مسافات طويلة متنقلين بين الكويت والسعودية وتركيا واليونان وبلغاريا كأول فريق عراقي متخصص بقيادة هذا النوع من الدراجات النارية ودخولهم في منافسة فرق أجنبية. شفنا دخولنا للكويت شفنا يعني انبهرنا بترحيب الشعب الكويتي بالفريق العراقي وكنا حاملين الرايات العراقية. بعد الكويت خرجنا إلى ذهبنا إلى دولة السعودية عن طريق منفذ الخفجي وكانت الاستقبال من الأخوة السعوديين ومن الأخوة الاتحاد السعودي. مسافة اللي مقطوعة بين ذهابنا إلى اليونان وبلغاريا والرجوع من العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى اليونان ومن اليونان إلى بلغاريا والرجوع إلى العراق كانت 9886 كيلومتر. ويؤكد أعضاء نادي ثورة 20 للدراجات النارية في المثنى أن مشاركتهم على المستوى العربي والعالمي لم تكن تخلو من مصاعب وتحديات خاصة لناحية الكلفة المالية العالية لهذا النشاط. يعني عندك الحديث شدتين وفوق، عندك الموديلات اللي شوية أقل من عندها شدة وجوة يعني. طبعا يعني احنا تدربين محبين يعني نتعب بهذا الشيء، ودراجات تستحق هيك شيء وتستحق هيك أسعار لأن توفر بها وسائل الراحة. دعم ماكو، دعم فردي يعني من عندك الرياضي من عنده، ماكو دعم، دعم فردي يعني على نفس الإنسان. ولا تقتصر مهمة فريق الدراجات النارية على ركوبها كهواية ورياضة، بل أيضا المساهمة في حملات تطوعية إنسانية لدعم قطاعات مختلفة في المجتمع العراقي، من بينها المساهمة في علاج حالات مرضية وتشجيع الأعمال التطوعية والإنسانية. وكانت فكرة تأسيس فرق شبابية متخصصة بقيادة الدراجات النارية قد ظهرت إبان فترة الاحتقان الطائفي التي شهدها العراق، متخذين منها أداة لنشر مفاهيم الوحدة والتعايش السلمي ومفاهيم المحبة والسلام ونبذ لغة العنف والكراهية. أحمد الحسناوي، الحرة، المثنى.